السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداثة. عقد وزراء خارجية هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن اجتماعا خاصا في العاصمة السعودية الرياض. مصادر دبلوماسية قالت إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي الإقليمي وحماية الممرات الدولية ومنع التدخلات الإيرانية في المنطقة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش أبعاد انعقاد اجتماع دول دعم الشرعية وانعكاساته على الشرعية في اليمن في محورين: دلالة اجتماع رؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية بعد حديث بن سلمان عن استمرار الحرب في اليمن، والخطوات المتوقعة من دول التحالف لدعم الشرعية وتعزيز الأمن الإقليمي المائي. بعد أيام من حديث ولي العهد السعودي التي أكد فيها أن الحرب في اليمن ستستمر لمنع تهديد الحوثي للحدود السعودية، اجتمع رؤساء أركان دول دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 13 دولة. وتكمن أهمية الاجتماع كونه يأتي بعد جهود مكثفة للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة لبلورة أفكار عن حلول إنسانية وسياسية للأزمة في اليمن. شاهدوا سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. لم تمضي أيام على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن استمرار حرب تحالف دعم الشرعية في اليمن حتى انعقد اجتماع لدول التحالف. الاجتماع الذي انعقد في الرياض بمشاركة 13 دولة عربية وإسلامية على مستوى وزراء خارجية دول التحالف كان من اللافت فيه مشاركة رؤساء أركان جيوش تلك الدول، وهو ما أعطى انطباعا لدى محللين عن وجود توجه سعودي لإعادة الخيار العسكري مع ميليشيا الحوثي. حديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الاجتماع أكد على مضمون تصريح ولي العهد السعودي عن ضمان أمن حدود السعودية، مشيرا إلى استمرار تهديدات ميليشيا الحوثي وصالح لأمن المنطقة، موضحا أن تلك الميليشيا اختطفت إرادة اليمنيين وفرضت الخيار العسكري عليهم. إيقاف استيلاء ميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية وقطع أدرع التمدد الإيراني في المنطقة، وحماية خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولإعادة الشرعية للعاصمة صنعاء. تمكين الشرعية اليمنية من السيطرة على كامل الأراضي اليمنية أحد أهداف التحالف، الذي أعاد التأكيد عليه رئيس هيئة أركان القوات السعودية في الوقت الذي أوضح فيه وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إيران. وهذا يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من المجتمع الدولي لوضع إيران أمام خيارين: أما أن تأمر وكلاها بوقف الحرب والذهاب لمفاوضات السلام جادة وحقيقية، أو أن تواجه المجتمع الدولي من خلال ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة لوقف تدخلها بالشان اليمني. القلق من سلامة الأمن المائي الإقليمي سيطر على جدول أعمال اجتماع دول التحالف، خصوصا وأن التهديدات الحوثية والتدخلات الإيرانية ما زالت مستمرة، وهو ما بدا من الدعوة لتوسيع نطاق القوات العسكرية للتحالف، حيث من المحتمل أن تنضم ماليزيا لتلك القوات. تزامن اجتماع هيئات أركان دول التحالف بعد جولات مكثفة لواشنطن والأمم المتحدة لإنجاح مبادرات إنسانية وسياسية، يطرح عدة استفهامات حول انسداد الفرص السياسية ومدى جدية التحالف في فرض حلول عسكرية هذه المرة. إذن نستهل النقاش، وينضم إلينا الدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي، سينضم إلينا من مسقط. دكتور مساء الخير. مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور، يعني لعلك تابعت اجتماع اليوم لرؤساء أركان دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. دكتور، ما قراءتك لطبيعة انعقاد اجتماع دول دعم الشرعية؟ هل يمكن البناء على جديد من خلال هذا الاجتماع بالنسبة لليمن وأيضا أمن المنطقة بشكل عام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا ننظر إلى هذا الاجتماع على صعيدين، على المستوى الشكلي وعلى المستوى الموضوعي. نعم. على المستوى الشكلي، يعني الذي توفر أن هذا الاجتماع هو اجتماع مراجعة وتقييم على الصعد العسكرية والسياسية والإنسانية. الملفت أيضا شكليا أن هناك دول يعني حضرت هذا الاجتماع، منها السنغال وجيبوتي
حتى ماليزيا وباكستان، وهذه الدول ليست مشاركة في المجهود العسكري الذي يطلع به التحالف العربي. نعم. وأيضا ليست ذات حضور سياسي مكثف في أزمات المنطقة، فيبدو أن الحضور حضور هذه الدول هو حضور رمزي أكثر من حضور عملي. كذلك هذا الاجتماع يأتي في يعني ظرف سياسي استثنائي. نحن استمعنا قبل أيام إلى تصريح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. نعم. قال فيه أننا لا يمكن أن نتساهل مع الحوثيين في اليمن حتى لا يظهر لنا حزب الله آخر أو نموذج آخر لحزب الله في اليمن، وهذا له دلالة في الحقيقة، له دلالة أن المملكة العربية السعودية معنية بالدرجة الأولى في هذه المرحلة بحماية أمنها القومية وتأمين أمنها القومي كأولوية، وبالتالي ربما هذا يفضي إلى تراجع الهدف المركزي الذي من أجله خيضت الحرب في 2015 وهو تحرير اليمن من قبضة الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية، إذ أن الحكومة السعودية يبدو أنها قد تكتفي بتأمين يعني أمنها القومي ودرء المخاطر التي يمثلها الحوثيون في اليمن. هذا على المستوى يعني الشكلي الذي ينعقد في إطار هذا الاجتماع، لكن على المستوى الموضوعي هناك بطبيعة الحال جمود في العمل العسكري، لا نرى تقدما في العمليات العسكرية يمكن أن يفضي إلى إحداث تحولات في ميزان القوى، إلا إذا استثنينا بعض يعني الجهد العسكري الذي تطلع به المقاومة في داعش وفي مناطق أخرى، لكن على مستوى الضربات العسكرية التي يقودها التحالف العربي هناك جمود أو شبه جمود في العمليات العسكرية النوعية. كذلك هناك يعني حالة تذبذب أو تعرجات في الحل السياسي المطروح. نعم. المبعوث الأممي يغط في سبات عميق ثم يظهر بعد يعني برهة من الزمن ليطلعنا على عنوان عريض أن هناك تحركات سياسية ومشروع سياسي، ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، فهناك تعرج وتذبذب على مستوى الحل السياسي. أما على المستوى الإنساني فهناك حالة انهيار يعني تتسع دائرتها يوما بعد يوم، وهذا ضمن البيان الذي صدر عن الخارجية السعودية فيما يتصل بهذا الاجتماع، ذكر أننا بصدد مراجعة الوضع الإنساني كذلك إضافة إلى الوضع السياسي والوضع العسكري وإعادة تقييم لهذه الأوضاع وصولا إلى بعض التوصيات. على المستوى الموضوعي أنا لا أرى جديدا إلا إذا يعني أردنا أن لا نستبق الحدث ونستمع عما يمكن أن يتمخض عنه هذا الاجتماع بعد انتهائه، ولكن على المؤشرات الأولى لا تشي أن هناك نتائج جوهرية يمكن أن يترتب عليها يعني هذا الاجتماع، خاصة في يعني الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الآن. فيما يتعلق بالأمن المائي، نعم الأمن المائي مهدد في المنطقة، ليس اليوم يعني ليس هذا حدثا طريفا، ليس هذا حدثا جديدا. الأمن المائي، الممرات المائية الرئيسة مهددة منذ اليوم الأول الذي سطى فيه الحوثيون على السلطة وأسقطوا الحكومة الشرعية، فهم يسيطرون على الموانئ الرئيسية ومنها ميناء الحديدة. فنعم الممرات المائية مهددة، ولكن ما الذي يمكن أن يفعله التحالف اليوم ولم يكن باستطاعته أن يفعله في الماضي؟ نعم. يعني هذا السؤال يطرح في يعني إطار هذا التقييم والمراجعة التي يقوم بها التحالف، ولننظر ما الذي يمكن أن يتمخض عنه هذا الاجتماع في هذا الإطار. نعم، لكن دكتور البعض يطرح أن تحالف دعم الشرعية أضحى لديه أهداف أخرى آخرها دعم الشرعية ذاتها، ما تعليقك؟ نعم، أنا هذا الذي أقوله مرارا وقد ذكرته في مطلع حديثي هذا، أن تصريح سمو ولي العهد السعودي يشير إلى شيء من ذلك، يعني أن وهذا أمر يعني لا غرابة فيه بطبيعة الحال، المملكة العربية السعودية من حقها بل من واجبها أن تحمي أمنها القومي، ولكن أن يتحول هذا إلى الهدف المركزي، فإذا تحقق تتراجع الأهداف الأخرى التي من أجلها خيضت يعني عاصمة الحزم وأطلقت عاصمة الحزم في مارس 2015، يعني هذا هو الملتف. وكل ما بني يا دكتور بني على أساس دعم الشرعية، اليوم تصبح الشرعية آخر الأهداف. هذا صحيح، مع أنني لا أرى أن هناك تعارضا، يعني ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تحمي أمنها القومي بل أن تحمي الأمن القومي الخليجي، هذا من حقها بل من واجبها، ولكن هذا لا يتعارض مع الهدف المركزي الذي أعلنت من أجل هذه الحرب وهي
إعادة الحكومة الشرعية، لأنه في الجوهر، في جوهر الأمر، أن تحرير اليمن من قبضة الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية هذا هو التأمين الحقيقي للأمن القومي الخليجي، وليس مجرد حماية الحدود السعودية أو الخليجية أو العمانية أو غيرها. هذا لا يكفي، يعني ما دام الحوثيون يعني يبسطون نفوذهم في اليمن أو في أجزاء من اليمن، فإن التهديد والمخاطر على الأمن القومي الخليجي والسعودي تحديدا سوف تبقى قائمة، كذلك تعرض الممرات المائية لهذا الخطر سوف يبقى قائما. إذن الهدف الجوهري وهو تحرير اليمن من هؤلاء وإعادة الحكومة الشرعية وبسط نفوذها في اليمن هو الذي يوفر الحماية الحقيقية للأمن القومي الخليجي وبما في ذلك الأمن القومي السعودي. إذن يعني ينبغي أن نعود إلى الهدف المركزي الذي من أجله أعلنت هذا الحرب، وأن لا تكتفي دول الخليج بمجرد تأمين حدودها أو حتى تأمين الممرات المائية التي هي ليست آمنة ولا يمكن أن تكون آمنة ما لم يحدث تحول جذري في اليمن على مستوى إزاحة الحوثيين عن السلطة. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معي. سنشرك معنا في الحديث حسن الشهري خبير عسكري سعودي، سينضم إلينا من الرياض. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيادة العميد. بداية لو تضعنا في صورة أهداف هذا الاجتماع وطبيعة تكوينه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا تحية لك ولضيوفك والمستمعين. أهلا بك. أنا أعتقد أنه الاجتماع حاسم ويهدف إلى تحقيق أهداف وشروط عاصفة الحزم، وأنا أعتقد أنه البيئة الآن تمضي بعاصفة حزم جديدة لأنه بلغ السيل الزبة، والبيئة مواتية حاليا في ظل تخاذل الأمم المتحدة وزيادة التهديد الجيوسياسي من خلال التهريب في اليمن والمال القطري، وبالتالي التوجه الأمريكي باتجاه أمريكا وحصارها، وأيضا ما اتخذته من إجراءات باتجاه حزب الله، وأيضا نية الولايات المتحدة في محاصرة الحشد الشعبي في العراق. البيئة مناسبة حاليا. أنا أعتقد أنه اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء الأركان مهم جدا، والاجتماع الفريد والأول منذ 26 مارس 2015 لم يظهر شيء للسطح، ولكن نصبر غور ما يمكن أن يحدث، يكون هناك تطوير في تطوير الموقف الاستراتيجي، وهناك أيضا تطوير في الاستراتيجية العمليات يقابل بها أعمال التهديد على الأرض، سواء من استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ، منع وبتر المشروع الإيراني بالكامل، وأخطر ما يكون حاليا لم يبقى لديهم إلا التهريب. والشرعية اليمنية والشعب اليمني إلى العمل بنشاط وتقديم تضحيات وتحمل التبعات في المستقبل. نعم، لكن سيادة العميد ما دلالة انعقاد اجتماع التحالف بحضور رؤساء هيئة أركان دول التحالف؟ هل هناك رسائل عسكرية من خلال هذا الاجتماع؟ السياسة هي من ترسم الاستراتيجية العسكرية، والاستراتيجية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة تحقق أهداف السياسة، فلا بد من تطوير لأدوات العمل ليصلوا إلى عمل مفيد. كان هناك ضغوطات في البيئة الدولية مع الأسف، بعض الدول التي كانت تحتفظ بأوراق ضغط على دول التحالف وعلى الشرعية الحكومة اليمنية. اتضحت الصورة الآن، لم تعد تقبل تلك المناورات السياسية، لازم تحسم الأمور قبل نهاية 2017، وهذا كان متوقع من السابق. المنطقة في توجه لأن تتواكب القطاع على الإرهاب في اليمن والانقلابيين عنوان للإرهاب، إيران دولة إرهابية وراعية للإرهاب، الإرهاب في الشام وفي العراق في أنفاسه الأخيرة، وبالتالي سيكون هذا العام ونهاية عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون بداية 2018 إن شاء الله بداية لعصر جديد في الشرق الأوسط، تطلع الأمم إلى تطوير نفسها وذاتها، ونحارب الإرهاب بجدية وليس من خلال التصاريح، وعلى الأمم المتحدة أيضا أن تقوم بواجبها وتعمل على تطبيق شروط القرار 22/16 الذي مع الأسف ظلت طوال الثلاث سنوات الماضية تقتات على الأزمة اليمنية دون أن تقدم حل سلمي ولو خطوة واحدة إلى الأمام.
نعم سيادة العميدة، هناك من خلال الاجتماع يعني كان واضحا حضور دول من خارج إطار الإقليم وأيضا التحالف العربي بحد ذاته، هل من يعني هذا الحضور يعتبر حضور رمزي أم أن هناك رسائل من خلال حضور هذه الجهات؟ هناك رسائل، مسرح الحرب يمتد من البحر من المحيط الأطلسي وصولا إلى بحر الصين الجنوبي إلى ماليزيا، ومن البحر المتوسط وصولا إلى البحر العرب، وبالتالي كل الدول العربية ترغب في المشاركة، كل الدول الإسلامية ترغب في المشاركة. لا يمكن القبول بأن يكون لإيران حزب ميليشياوي مماثل لحزب الله، لا يمكن أن يكون لإيران كعنوت وممثلين لهم في اليمن، يجب أن يعود اليمن لأهل اليمن، وهذا ما قامت من أجل عاصفة الحزم. الأمن الإقليمي مهدد، المياه الملاحة المائية الاستراتيجية في باب المندب والبحر الأحمر أيضا مهددة، وبالتالي الأمن العالمي مهدد. أنا أعتقد كما ذكرت أن البيئة الاستراتيجية في مستوى الدولي والإقليمي مناسبة حاليا لاستئصال شعفة الانقلاب في اليمن بالكامل. لكن سيادة العميد، بما يخص القضية قضية المياه الإقليمية، هناك من قبل سيطرة الحوثيين على يعني جميع أنحاء البلاد، والإيران ما زالت تستخدم هذه المياه لتمرير الأسلحة، أيضا بعد سيطرة الحوثي وانطلاق عاصفة الحزم ما زالت قضية المياه الإقليمية قائمة. اليوم لم يحقق شيء في الماضي، اليوم بعد هذا الاجتماع هل سنجد شيء جديد في هذا الإطار يحد من عمليات تهريب الأسلحة وأيضا استخدام هذه المياه لتهديد الأمن الإقليمي؟ لا يمكن القبول بأن لم نحقق شيء، حققنا الكثير، والمياه هناك حظر بحري، كان حصار بحري في البداية أتأكله وانتقل إلى حظر بحري. إيران لها سياسة من عام 79، لها تواجد في جزر كاميران وفي جزر فاطمة في أراتيريا من سنوات، لها تواجد في شمال الصومال من سنوات، لها تواجد في اليمن من نهاية الثمانينات القرن الماضي. فإيران موجودة بالفعل، البيئة الحاضنة في اليمن موجودة التي ساهمت في التواجد الإيراني. العمل لازم، ما يوجد حاليا هو استمرار التهريب، ومع الأسف هناك من الأطراف اليمنية من يساعد في دخول تلك الأسلحة والصواريخ العابرة للقارات البالستية، وأيضا الزوارق التي توجه من بعد، كذلك القنابل العنقودية مع الأسف التي دخلت اليمن وتستخدم ضد الشعب اليمني. نعم. ولكن لم يبقى إلا هذا الموضوع، والعمل جاري لاستيصاله بالكامل. نعم سيادة العميد، تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. يعني دكتور، الحديث المتكرر عن مواجهة إيران في المنطقة ومنها اليمن، بينما إيران تتمدد في الوطن العربي، هل هناك خلل في الرؤية الخارجية بالنسبة لكيفية مواجهة إيران في اليمن وغيرها؟ نعم، ابتداء دعني أؤكد على مسألة قبل الإجابة على هذا السؤال، أن الفاعل المركزي في القضية اليمنية هو ليس التحالف دعم الشرعية، وإن كان هذا الاجتماع الذي يجمع بين وزراء الخارجية ويعني رؤساء هيئات الأركان هو يعني نقلة نوعية في إطار التكامل السياسي العسكري، ولكن الفاعل المركزي في الأزمة اليمنية هو التحالف العربي وليس التحالف دعم الشرعية. وكما قلت في مطلع هذا الحديث أن حضور دول مثل السنغال وجيبوتي بل حتى باكستان وماليزيا يبدو انه يغلب عليه الحضور الرمزي اكثر من يعني حضورا عمليا، ذلك ان هذه الدول باكستان وماليزيا مقيده باعتبارات دستوريه، حتى وان شاءت ان تشارك عسكريا او سياسيا فاعتباراتها الدستوريه تقيد هذه المشاركه. الان دعني اعود الى يعني موضوع ايران. موضوع ايران ليس بالامر الجديد، ايران اليوم أو المشروع الإيراني اليوم نحن نرى تمظهراته، أما جذوره أما يعني مقدماته فقد كانت بادية العيان منذ عشرات السنوات. أنا أتصور أن الكتلة الخليجية ممثلة في يعني منظومة التعاون لم تحسن التعامل مع هذا المشروع الإيراني منذ بدايته، وأن معظم يعني التعاطي مع هذا المشروع كان تعاطيا على مستوى ردود الأفعال، لم يكن هناك مبادرات استراتيجية
كان يمكن أن تفضي إلى احتواء المشروع الإيراني. إيران اليوم حاضرة يعني كما نعلم في العراق وفي سوريا وفي اليمن، والمعادلة الإقليمية، المعادلات الأمنية، يعني الهياكل الأمنية في المنطقة على المستوى الأمني تتحكم فيها إيران إلى حد كبير. إيران اليوم تتحكم بطبيعة الحال بمضيق هرمز، هي أيضا حاضرة بدرجة أو بأخرى في باب المندب من خلال يعني علاقتها المتميزة بالحوثيين أو من يحكم اليمن الآن. فالمشروع الإيراني يتمدد، وبالتالي أنا أرى يعني أن المقاربة الاستراتيجية لمنظومة التعاون أو لدول الخليج ينبغي أن تتغير وأن تقارب المشروع الإيراني من زوايا مختلفة، ليس فقط على مستوى المنازلة العسكرية التي يعني لم تحدث، ولكن يعني الحديث كله يتجه في هذا الاتجاه، وإنما أيضا على مستوى المنازلة الفكرية والسياسية ويعني غيرها من الميادين. المشروع الإيراني مشروع متعدد الأبعاد، فما لم تتم مقاربته عبر كل هذه الأوجه فأحسب أن المقاربات الأمنية الصرفة لن تستطيع احتواء تمددات المشروع الإيراني في المنطقة. وكما قلت أن يعني أفضل حماية للأمن القومي الخليجي فيما يتصل باليمن هو تحرير اليمن تحريرا كاملا، وإعادة يعني الحكومة الشرعية لتبسط نفوذها على سائر اليمن. هذا يؤمن الأمن الإقليمي والأمن القومي يعني الخليجي، ولكن يعني العمليات الجزئية هنا وهناك أحسب أنها لن تجدي نفعا ولن تفضي إلى هذه النتيجة المرجوة. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي العميد حسن شهري الخبير العسكري السعودي. سيادة العميد، يعني إذا ما نظرنا لهذا الاجتماع، ليس بالاجتماع الأول الذي تعقده دول التحالف، ما مدى نجاح هذا الاجتماع في تحقيق أهدافه، خصوصا في ظل نسميه فشل التحالف في تحقيق كامل أهدافه فيما يخص الشرعية اليمنية؟ التحالف نجح بتفوق ولم يفشل. وأود بس تفسير الزميل المتحدث قبلي أن المشروع الإيراني كان هو مشروع دولي، ومع الأسف دول من دول الخليج تتواطى مع المشروع الإيراني ولم تشارك، وبالتالي القاء التهم على منظومة دول المجلس. الدول المجلس قاومت، والمملكة العربية السعودية هي من أنشأت مجلس التعاون الخليجي، هي من حمت البحرين، هي من حمت الكويت، وهي من تحمي اليمن. والغير يجيد الكلام، رفع الصوت لا 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 ينجح مثل مع هؤلاء إلا لرفع عقيرة فقط. الموضوع اليمن لتحقيق شروط نجاحه يحتاج إلى أمرين فقط: الاستثمار في البيئة حاليا وهي مناسبة، وأن يقوم الشعب اليمني والجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية بتوحيد الجهود والوسائل والتحرك بكامل مقدراتهم مع تقديم التضحية وتحمل التبعات لشهرين، وستكون اليمن خالية من المشروع الإيراني الكهنوتي الإمامي لولاية السفيه في اليمن. اليمنيين مطالب منهم أن يقوموا بناء عليهم قوات التحالف. أنا أعتقد أنه هذا الاجتماع اجتماع حاسم سيؤدي إلى نهاية المشروع الإيراني. المشروع الإيراني نحن نحاربه في الخليج، نحاربه في العراق، نجحنا في العراق بفضل الله، سننجح في سوريا، نجحنا من عدم دخوله في مصر وليبيا، وخرجناه من السودان، وأخرجناه من تونس، ونعمل على ذلك في الجزائر، أخرجناه من القرن الإفريقي، أخرجناه من أدغال إفريقيا. إيران كانت أداة للغرب مع الأسف في ظل وجود بوش الإبن وأوباما لمدة 16 عاما. الآن تغيرت زوايا الطاولة. المملكة العربية السعودية هي صمام أمان المنطقة، هي من تقود الأمة حاليا لوضع استقرار ونظام استقرار أمني إقليمي ودولي. نعم سيادة العميد، وما جاء نعم. لكن سيادة العميد، أنت كنت اعترضت في بداية الحديث عن وصف الفشل فيما يتعلق بالتحالف العربي، إذن أين النجاح والشرعية اليوم؟ لم تستطع العودة إلى المناطق المحررة، بل أيضا هناك تضييق عليها من أطراف داخل التحالف العربي ذاته. يعني اليوم العاصمة المؤقتة عدن لم تستقر فيها الشرعية وبقية المحافظات بالشكل المطلوب، كيف ستعود إلى صنعاء؟
الشرعية ممثلة في الرمز على فخامة الرئيس هادي. نعم. المكان الأنسب له حاليا أن يبقى في مكان آمن. الحكومة موجودة. يبدو أن الكثير من المتابعين مع الأسف اليمنيين يتذائبون طوال هذه الأزمة أو يزيدون ذاته. اليمن تحرر منها 80% باعتراف حكومة اليمن اليوم في المؤتمر باعتراف الوزراء الخارجية. 80% بدأت تنمية وإعادة البنية التحتية منذ فترة. المركز الملك سلمان قدم أكثر من 8 مليار دولار إلى الآن. الخلل مع الأسف هناك خلل في الجانب اليمني ولكنه سيقودنا إلى هناك سيادة العميد. هناك تمرد في بعض المؤسسات التابعة للدولة وبدعم من داخل التحالف العربي تمرد على الشرعية، والشرعية إلى اليوم لم تستطع ممارسة مهامها بالشكل المطلوب. أين هو النجاح في ذلك؟ لا يمكن إصلاح ما فسد خلال 1000 سنة مضت في اليمن. اليمن لم يكن لها هوية. اليمن كانت تحكم من قبل الكهنوت ثم أتت الثورة فأنشأ جيشا لخدمته، والشيخ القبيلة هو دولة، وفي اليمن 1000 دولة داخل دولة، وبالتالي لا يمكن إصلاح ما فسد أفسد الدار خلال 3 سنوات. ولكن لا نظل نجد الذات ونستمر في التشاؤم. علينا أن نتفاعل. ما استطعنا القيام فيه إلى الآن لم تستطع فيه القوة الأعظم في العالم في أفغانستان منذ عقدين. لم تستطع خلال 14 سنة في العراق روسيا بجبروتها وكل ما أوجدت من قوة مع 60 فصيل وإيران ولبنان مع جيش النظام السوري لم يفعل إلا تدمير المدن. نحن أبقينا المدن اليمنية والبنية التحتية كما هي، نستهدف فقط الأهداف العسكرية الانقلابية. وجود قوات التحالف ومن اجتمعوا هذا اليوم في الرياض وجودهم فقط لدعم الشرعية. الشرعية الآن واقفة على ساقين وستنطلق. وضحت الصورة سيادة العميد، يعني اسمح لي فقط لضيق الوقت أضطر هنا لأن أشكرك سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي، وسينضم إلينا العميد ركن عبدو مجلي الناطق باسم الجيش اليمني، سينضم إلينا من مأرب. سيادة العميد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا بك سيادة العميد. اجتماع رؤساء أركان دول التحالف العربي بمشاركة رئيس هيئة الأركان اليمني، ماذا يعني حضور ممثل الجيش اليمني في ضوء التطورات الأخيرة في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لك أخي العزيز، شكرا لقناة بلقيس، وشكرا للسادة المشاهدين، كما أشكر من أعماق قلبي ضيوفك الكرام والأخ العميد الركن الشهري وكذلك الأخ عبد الله الغيلاني. هذا الكلام الذي سمعنا منهم كلام طيب وكلام مفيد وكلام مثمر. الحقيقة أن الاجتماع في الرياض لوزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة لدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وحضره طبعا الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأخ الدكتور عبد الملك المخلافي، وكذلك الأخ اللواء الركن الدكتور طاهر علي العقيلي رئيس هيئة الأركان العامة. الحقيقة له دلالات كبيرة، هذا اجتماع تاريخي سيكون له دلالات كبيرة ونقلة نوعية. لكن هل لدى الجيش الوطني سيادة العميد، هل لدى الجيش الوطني رؤية واضحة؟ وكذلك الجانب السياسي أخي العزيز. نعم سيادة العميد، هل لدى الجيش الوطني رؤية واضحة لتجاوز عوائق تحرير بقية المناطق الخاضعة لميليشيات الانقلاب؟ وهل هذه الرؤية طرحت على اجتماع دول التحالف اليوم؟ الحقيقة أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أصبح اليوم أكثر قدرة وأكثر تأثير وأكثر إعداد وأكثر عدة وأكثر استعداد وأكثر إمكانيات من الفترة الماضية، وكذلك بمساندة دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي نشكرها من خلال قناتكم بلقيس، ونشكر دول التحالف العربي بالكامل وكذلك الدول، ونشكر الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب اليمن. الحقيقة أن جيشنا الوطني أخي العزيز له كفاءة وقدرة عالية وروح معنوية قادر على دحر تلك الميليشيات الإنقلابية
وقد حقق الجيش الوطني ما يقارب 80% من المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، ولم يبقى إلا 20%. اليوم هذا الاجتماع التاريخي والذي أوصل إلى رسائل هامة ورسائل جمة كما سمعناه من خلال ضيوفك الكرام، والذي هو تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولا إلى استكمال الحكومة الشرعية، بسط سيادتها على كافة الأراضي الجمهورية اليمنية من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة الإقليم وسلامة العالم، وكذلك حماية الممرات الدولية، والسعي أيضا لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف وجهود مختلف الأطراف المشاركة، إضافة أخي العزيز إلى الدور الكبير لتحقيق وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم من خلال إزالة تلك التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة. كما أخي العزيز، هذا الاجتماع حقق أهداف كبيرة أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر. وضحت الصورة العميد عبدو مجلي ناطق الجيش الوطني اليمني، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل لختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيوفي الدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي كان معنا من مسقط، والشكر أيضا للعميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي كان معنا من الرياض. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.